السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته البنات، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم عاوتاني مع الجديد ديال جليلبات. في هذا الفيديو هذا غتلقاو جليلبات بالتنبات، جليلبات بالقطيب، جليلبات بالرندة، جليلبات دو بياس، جليلبات بالرندة رقيقة، جليلبات باخر ما كاين في الرندة. فيديوهات وجليلبات اللي طب 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 طب. البنات فتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك بالقناة باش يوصلكم في كل ما هو جديد. بالنسبة لهاد جليلبات هادو، فكيف ما ديما وكيف ما معودكم في القناة كتواصلوا معايا عبر رقم الواتساب اللي بغيتو. بحال هاد الموديلات معنا ستيليست فاطمة الزهراء كتصايب لكم على نفس الموديل، كفي انكم تعطوني سكرين الموديل اللي عجبكم في الواتساب مع المدينة نتاعكم، كنرسلو لجميع الدول المغربية. كيبقى الثمن ديال التوصيل 50 درهم. بالنسبة للناس اللي في كازا، مرحبا بكم عندنا في المحل الولفة الزبير بالضبط. هاد جليلبات هادو في صالون خياطة، يعني كناخدو عليك كناخدو العبارة عن طريق الواتساب بالنسبة للناس اللي خارج كازا. بالنسبة للناس اللي داخل كازا راه كيجيو عندنا المحل، وكناخدو العبارة وكنفصلو لهم ونخيطو لهم على نفس الموديل نفس اللون نفس الطريزات، يعني الموديل كيما هو كنحطو لكم. فمرحبا بكم، ألف مرحبا. كرسلو كذلك لخارج المغرب عن طريق دي اش ال، شركة دي اش ال. كيبقى الثمن ديال التوصيل 500 درهم للكيلو. وكرسلو كذلك عن طريق البريد العادي او البريد السريع، كيبقى الثمن ديال التوصيل على حسب الدولة ديالك 250 درهم حتى 300 درهم في البريد العادي. البريد العادي كتاخد الوقت يعني من شهر حتى من 15 يوم حتى شهر، وفي البريد السريع كدير 3 ايام وكتكون عندك لاكوموند في باب دارك. ولكن ثمن التوصيل تيكون تقريبا 500 درهم، 600 درهم على حسب الدولة اللي نتيا ساكنة فيها. فمرحبا بكم، ألف ألف مرحبا، سواء كنتو خارج المغرب داخل المغرب في كازا أو لا خارج كازا، مرحبا بكم. إرسال لجميع المدن المغربية. ومن هنا غنبغي نشكر لي كليون ديالنا والناس اللي كتيق فينا، الناس اللي كتخيط عندنا في كل عام، يعني من بدايات القناة كنشكركم بزاف 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 على الثقة ديالكم. فخر لنا أننا أنكم دي كليون نتاعنا. نتمنى إن شاء الله أننا نكون ديما عند حسن الظن ديالكم. بالنسبة للقناة، جيبوا دويرة في القناة، المحتوى ديالها مختلف ومتنوع. جيبوا لي دويرة في القناة فيها بلاكيور ديال فرنسا مغلف بالذهب عيار 18، يعني بلاكيور اللي ما كيبيض. كتدخل لنا شركة ديال أكابيجو من فرنسا، أولا بما يعرف عند الناس الولاء، أولا الناس تبارك الله ما شاء الله المهمات ديالنا أو الجدوات ديالنا معروف عندهم بالذهب فرنسا. فمرحبا بكم، ألف 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 مرحبا. بالنسبة لهذا القناة كما قلت لكم غتلقاو فيها جليلبات بلاكيو ديال فرنسا، جليلبات طالعين، جليلبات ديال الرجال، قنيطرة ديال الرجال آخر ما كاين المصمم اللي هو معروف اللي هو عادل أشهبر، قفاطن، قفيطنة النجوم، قفيطنة لبسو النجوم في عيد الأضحى. يعني غتلقاو بزاف ديال الفيديو، فقط غتوركو على البروفايل غيديكم لي فيديو اللي كاينين في القناة. بالنسبة لهاد الجليلبات هادو غادي نرجعو ليهم، غادي نعطيكم كل جلابة باش مخدومة، وكل جلابة تقريبا غادي نعطيكم واحد اللمحة على الأثمنة باش كنخدمو حنايا. بالنسبة للثمن البنات فكيبقى فيكس، يعني ثمن يعني ما كننقصوش فيه، لأن دايرين ثمن جد 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 مناسب. صافي، هادي نتمنى انها تكون واضحة. بالنسبة للناس اللي كيدفعوا 5 جلال 6 جلال 7 جلال، هادو كيكون ناقص ثمن شي شوية لأنه كتكون الكمية كنقصو شي شوية. بالنسبة للناس ديال الجملة، الجملة حاليا ما كنديروش الجملة، يعني الجملة حابسينها، يعني كنخدمو غير لي كليون هكا 3 بياسات 4 بياسات على حساب الكليانة وشحال بغات من بياسة، كنخدمو حتى بياسة وحدة. فمرحبا بكم، ألف 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 مرحبا. بالنسبة لكيفية التواصل، كيفية التواصل عن طريق الواتساب البنات، الواتساب ماشي لي زابيل. لي زابيل الاغلبيه ما كنجاوبش لانني حتى انا كنكون خارجات، انا كنكون هكايا مشغوله مع الوليدات ومع الدار مع الخدمه مع، فالواتساب كتخلي ليا اوديو وكتخلي ليا المدينه نتاعك، كتخلي ليا سكرين الموديل اللي بغيتي، كنعطيك الثمن ديالو. تفاهمنا على الثمن، كدفعي لي افونس وكندوزك عند ستيليست فاطمه الزهراء ديريكت، يعني باش كتكملي معاها لا كوموند نتاعك. صافي البنات،
ومرحبا بكم الف 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 مرحبا. كنجاوب كاع الناس، ما كنخلي حتى شي واحد ما كنجاوبوش، يعني غير خلوا لي ميساجات وان شاء الله خير ما بيناتنا يا ربي. بالنسبه للجلابه هذه من الجلابات اللي لابسين النجوم في هذا العيد ديال الاضحى. النجمه ساميه اقريو لابسه الجلابه في المخ، روعه روعه ما شاء الله. نهيلة باربي كذلك نفس الجلابه منبته باللون اللي مبهج ديال الصيف. كذلك جليبات دوبياس، جليبات بالطرز، شوفوا لي هذه بالطرز في الكمام فقط وصفيفه وعقيدات في الطوق وهابطه هكايا بالطريسنا. جات جلابه اللي خفيفه زوينه صيفيه. والكريب البنات، الا بغيتو تخدموا جلابه خدموا الكريب، لانه ما بقاتش الصراحه، ما بقاتش الليفه ماتت. دابا الاغلبيه كيخدموا بالكريب وكيجي زوين. والكريب ما ديروش الايفازي، ايفازي حتى هي ماشي من ما بقاتش دابا على مود. اللي على الموضه دابا الفصاله الجبليه او الفصاله المخزانيه كتجي قمه في الروعه يا البنات. شوفوا 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 الفرق، شوفوا لي الفرق هنايا في التصويره ما بين جلابه ايفازي ما بين جلابه مخزانيه. كيشوفوا افتتاحات في جناب الكتيفه الطايحين، خياطه تقدروا ديروا جلابه غير بسفيفه وعقيدات، كطيح حتى ناقصه في الثمن، كطيح 700 درهم 600 درهم على حسب الموديل وعلى حسب الثوب اللي فيه. و كطيح كما قلت لكم ناقصه في الثمن وكتجي زوينه، يعني تقدري تخرجي بها وكتلبسيها ديال ديما يا البنات، يعني كتبقى عندك تلبسيها ديال ديما، تقدري تلبسيها في الايامات اللي هي جديده في الخرجات هكايا دابا مع الصيف لابيسين البحار هكايا خرجات اللي كتخرجيهم. وتقدري نهار اللي هذا راه بقاي تخرجي بها تقدي بها، يعني خرجي بها للاسواق، تخرجي بها لاي بلاصه، كتبقى جلابه سامبل طوب، شي حاجه انيقه، شي حاجه اللي زوينه، خصوصا الالوان اللي دارجه دابا على الصيف، اللون السماوي، اللون البرتقالي، اللون البيستاش، اللون الوان بزاف بارده وصيفيه زوينه بزاف البنات، كتجي في هكايا في اللبسه ديال الجلابه بالنسبه لفصل الصيف. انا كنفضل الجليبات نصيبهم في فصل الصيف على انني نصيبهم في فصل البرد، لانه البرد كيكونوا اثواب ثقيله و يعني ما كيكونش عندك هكايا الشوا بزاف في لي موديل اللي غادي تصايبي عليهم الجليبه ديالك. هنا كيكون لي شوا بزاف البنات كما قلت لكم، يا اما بالطرز يا اما بالنبات يا اما براندة خفيفة يا اما بصفة وعقيدات يا اما بالقطيب يا اما بالطرز هكايا المخرج في الكميمات فقط، او لا كتاخدو الصدر مع هذا مع الكميمات وكتصايبي جلابة اللي روعة 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 البنات. ولا دابا القطيب تخدم حتى في هكايا في الصدر. دابا نحط لكم موديلات هكايا ديال جلابه بالقطيب، كتكون هابطه هكايا بالقطيب، وكيكونو حتى موديلات هكايا طريزات بالقطيب في الصدر ديال الجلابه، كيجيو روعه يا البنات. وكتجي جلابه اللي انيقه وزوينه، خصوصا الا كانت اللون في اللون شوفوا لي اللون الاحمر، شوفوا اللون الاحمر البنات في هاد الجلابه هادي شحال صيفي وشحال زوين وشحال هكايا كيكون عاطي بالنسبه للناس اللي كيكونوا لابسين هكايا كيلبسوا الوان هكايا فاقعه او لا مشعشعه كما تنقولوا. هادو اللي في هذا الاخر ديال الفيديو قفيت ناط، ولكن تقدروا تصيبوا على هاد الرشمات في جليبات يعني جلابه مخزنيه، يقدروا يكونوا نفس الكمام نفس الخدمه نفس كل شيء، هي جلابه بالقب. فهذا علاش كنحط لكم بعض المرات القفيت ناط هكا كنخلط لكم. صافي غير نخليكم هنايا، لا فيديو ديالي غادي يكون سهله، نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم وينال الرضا ديالكم. جليبات وقفيت ناط اللي اختاريت لكم هنا، خصوصا جليبات اللي اختاريت لكم بالراندة، لانهم زوينين غزالين، شي حاجه اللي زوينه وشي حاجه اللي جديده في الراندة، الخدمه ديال الراندة. شكرا بزاف على المشاهده، الى فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.